السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة. احنا سبق ونوهنا بالمحاضرة السابقة وشرحنا السويل بيرمابولتي أو السويل فلو، جريان الماء عبر التربة أو نفاذية التربة، وتناولنا الجزء الأول اللي هو الون دايمنشن فلو. إن شاء الله اليوم راح ناخذ تطبيقات الون دايمنشن والأسئلة اللي عليه، وبعدين نرجع لنفس المحاضرة نكمل الجزء الثاني اللي هو التو دايمنشن فلو، وأيضا ناخذ نرجع إلى مسائله. هذه مسائل الجزء الأول اللي هو المان دايمنشن فلو، نزلتها لكم بالجروب. أني سبق ونوهت لكم بالمحاضرة السابقة يقصد بنفاذية التربة هي حركة الماء أو السوائل داخل فراغات أو الفويد في التربة، تمام عيني؟ فإحنا لازم نعرف حساب كمية ومعدل الجريان، لأن إحنا تهمنا لما يكون سيبج تحت المنشآت الهيدروليكية أو غيرها لازم نعرف كمية هذا السيبج اللي يكون. لازم نعرف قيمة الريت أو فيلوسيتي أو فوتر عند سويل، تمام عيني؟ هذا هو إحنا سبق وأخذناه، اللي هو عينة التربة اللي تتكون من السلط بارتيكل وبها فويد. هاي الفويد ممكن كأن تكون مملوءة بالماء أو مملوءة بالهواء، فيسمونها الفويد سيفون، تمام عيني؟ وتعلمنا أكو بعض المصطلحات، قلنا أحدهم اسم البيرموبيليتي، تمام عيني؟ وخذنا شيء اسم الفيلوسيتي سميناه الفي، الأبروتش فيلوسيتي ثرو ذا تيوب بتوين أي آند بي، يعني عنده نقطتين في العينة بإمكان قياس سرعة الماء حتى يتحول من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وكذلك المساحة الخاصة بي، تمام عيني؟ أحد القوانين اللي نكتبها بموضوع الون دايمنشن فلو، أول قانون هو هذا اللي هو الـ VS، سرعة الصلب، سرعة أو سرعة الماء خلال بين الحبيبات البارتيكل الصلب، شو يساوي لنا؟ السرعة الاعتيادية الـ Approach Velocity على الـ N على الـ Void Ratio، تمام عيني؟ اللي هي الـ Porosity على المسامية، هذا القانون ينكتب، تمام؟ من يطلب من عندك ارسم مقدار الـ Velocity Ratio. هسا هذا سبق وتناولناه بالمحاضرة السابقة، اللي هو قانون دارسي اللي عن طريقه راح يعتبر هو معادلة تأسيسية حتى احنا نحسب من عندها مقدار السرعة خلال حبيبات التربة، تمام عيني؟ وعرفنا الهيدروليك جريدينت اللي هو الاي، شنو قانونه؟ التغير بالهيد الاش توتال على التغير على طول المسافة او الدستنس بين النقطتين اللي انا جاي احسب لهن هيدروليك جريدينت، ويكون ثابت خلال العينة الواحدة، تمام عيني؟ خلال التربة الواحدة. واخذنا الكوفيشنت اوف بيرموبيليتي معامله النفاذيه او الموصليه الهيدروليكيه، واللي قلنا اعتبروها مقياس ميجرمنت لمرور الماء خلال حبيبات التربه، تمام عيني؟ هاي سبق ونوهنا عليه هذه الصيغه. هسه نجي هنا درجه الاشباع غيرها بعض الامور، الويل بامبنج اللي قلنا كيف نحسبها، الكونستانت هيد والفاريبل، وهاي راح ناخذها ان شاء الله ضمن الجزء العملي بمختبر التربه، تمام عيني؟ الهيد لوسز اللي احنا دائما نسميه، عندنا انواع من الهيدلوسس اللي احنا نسميه فرق الطاقه او خط الانحدار بالطاقه الكليه بين اي نقطتين، عندنا انواع من الهيدلوسس، احنا عندنا الاتش اي والاتش بي والاتش توتال، يعني الهيد الكلي يسموه الهيد بريشر، والهيد الاخر هيد الفيشن. سو عندك هذا الاتش توتال، هذا القانون تكتبه ايضا، هذا يعتبر ثالث قانون، يعني القانون الاول هو هذا بموضوع الميكانيك التربة، هذا القانون الأول الـ V يساوي الـ V على N، القانون الثاني هذا أنا سبق ونوهت يعني بالمحاضرة السابقة الـ I يساوي لنا الدلتا بالـ H على الـ L، تمام عيني؟ هذا قانون. بعد القانون الثالث هذا القانون اللي هو هذا الـ V يساوي لنا الكيف الـ I، هذا القانون تحسب من عند الـ V، الـ V من تحسبه نرجع نستخدمه هنا، نحسب الـ VS. هسه صار لحد الآن ثلاث قوانين تكتبهن، والقانون الرابع اللي تكتبه هو هذا الاتش توتال يساوي لك الاتش اي زائد الاتش بي، تمام عيني؟ بحيث انه قيمه الهيد لوسس هو التغير بين اي نقطتين، اتش توتال بين اي نقطتين، تمام عيني؟ نجي هسه الاتش اي، شو اقصد بالاتش اي؟ هو شو يمثل لك الاليفيشن هيد، تمام؟ هي المسافه العموديه المقاسه بين مستوى الاسناد الداتوم. شلون انا احسب الاتش اليفيشن؟ من نقطة الاسناد، وين بداية نقطة الاسناد بالتربة؟ صعودا ينحسب مقدار الاتش اي، اذا كان مثلا الاتش اي هنا هذا هو خط الصفر اللي للاعلى كلهن موجب، اذا كانت فد عينة من التربة للاسفل فشو يصير الاتش اي الها؟ سالب، تمام عيني؟ هذا الاتش اي. نجي النوع الثاني، قلنا اتش توتال بي اتش اي وبي اتش بي، الاتش بي شو يقصد؟ هو البريشر هيد،
وارتفاع الماء فوق النقطة داخل أنبوب قياس ضغط البيزوميتر، تمام عيني؟ هذا ال HB. أوكي، هذا قيمة ال HB. انتبه على ملاحظاتها، طبعا جدا مهمة، تكون على نفس المستوى الووتر تيبل، لذلك فتكون معرضة للضغط الجوي. يا نقاط اللي قيم ال HB إلها تساوي زيرو، قيم ال HB إلها تساوي زيرو، معرض للضغط الجوي، المعرض للضغط الجوي يكون قيمة ال HB إلها تساوي زيرو، تمام عيني؟ أنا هسه هاي لاحظ هاي النقطة الأولى مثلا هنا معرضة للضغط الجوي، ايش قد قيمة ال HB إلها زيرو؟ النقطة الثانية لا ما معرضة للضغط الجوي لأن فوقها عمود من التربة، فتنحسب لها قيمة ال HB. ال H total اللي هو التوتال هيد، بالمناسبة في بعض الأحيان البور ووتر بريشر ما يعطيك قيمة، يعطيك يعني مرات ما يساوي صفر ضغط الماء المسمى، وإنما يعطي لك قيمة، فإذا أنطاك لك قيمة شلون تحسب ال HB؟ وهذا القانون أيضا أحد القوانين اللي تكتبها، اليو اللي هو البور ووتر بريشر يساوي ال HB البريشر هيد في الجاما ووتر، سو إذا أنطاك اليو وتقسمه على الجاما ووتر تجد قيمة ال HB ما يساوي زيرو، لكن إذا ما معطيك أي معلومات عن هاي فقيمة ال HB بالماء شو تساوي لنا؟ المعرض للضغط الجوي يساوي زيرو، تمام عيني؟ الآي قلنا تعريفه هو التغير بالاش إلى الدستنس المسافة. هسه نجي ناخذ ال One Dimension Flow. ال One Dimension Flow عندما يكون الجريان في حالة سكون يعني نو فلو، لكن إذا عندما يكون هناك فرق بالهيد بين نقطتين يكون هنالك فلو، لذلك نحسب الجريان في عمود التربة. راح ناخذ ثلاث حالات، شوف الحالات الواضحة أمامك، لاحظ هذا الهيد يساوي هذا الهيد بتساويات، فهنا شو يعتبر ستادي يعني شنو يعني نو فلو، لكن لاحظ هاي الحالة عن هاي الحالة بالحالة الكيسات بين نقطة 1 ونقطة 2، نقطة 1 نقطة 2 ايش بين مختلفات بالارتفاع، لذلك راح يصير اكو جريان، بس الجريان هنا منين يصير؟ داون ويرد، من لان النقطة الاعلى من هنا موجودة، فراح يصير من هنا نحو الاعلى، تمام عيني؟ هذا بهذا الاتجاه يعني يصير داون ويرد. نجي هنا بهذا النقطة ايضا الفقر، ايضا اكو فرق بالهيد بين نقطة 1 ونقطة 2، فراح يسر منها يصير ابورد. طيب دكتوره هذا هم يجي نحو الاسفل، انت ما يهمك الماء شلون اجى منها، يهمك لما يوصل الى عينه التربه. هسه وصل من هاي النقطه اللي هي ارتفاع العالي، الماء يتحرك من النقطه ذات الضغط العالي الى النقطه ذات الضغط المنخفض، فبما انه حركته حتى يوصل الى هذه العينه المن نحو الاسفل شو يسمونه؟ داون ورد فلو، لكن هنا صح هي الاعلى، لكن لاحظ جريان الماء من الان لهنا الى هنا، بعدين شو صار بيه؟ لما نوصل للتربة صار صعود بي، فش يسمونه upward flow. هاي ضروري المعلومات تفهمها، يم تكون upward يم تكون downward. الآية تعرف قانونه سبق ونوهنا عليه. تجي أكو قانون هسه راح ناخذ المسائل تكون واضحة أمامك جدا. طبعا المسائل اللي راح ناخذها في هاي المحاضرة لما تكون عينة التربة هي عينة واحدة يعني soil واحدة مو اثنين soil. هسه for the setup shown with الداونورد فلو يعني الجريان راح يبدا داونورد اكيد، لان وين النقطه الثانيه؟ هاي والنقطه الاولى هاي، فالماء منين راح يجري؟ من النقطه ذات الضغط العالي الى النقطه ذات الضغط الواطي. شلون مر بالتربه؟ مر بها السهم يصير نحو الاسفل، ايش راح يصير الجريان؟ داونورد فلو. درو ذا فاريشن اوف توتال هيد وبريشر هيد والفيشن هيد اند الفيلوسيتي الونج ذا الفيشن. من يجيك السؤال بهذه الصيغه؟ طبعا هذا ضمن الحل، هذا مالك علاقه بالجزء، هذا السؤال يجي هذا الداتوم نقطه الاسناد بنطيك عده نقاط، احد النقاط ماره فقط بالماء ونقاط اخرى ماره داخل عينه التربه، فتسوي اول خطوه من خطوات الحل هو الجدول، هذا الجدول تكتب بوينت اتش اي اتش بي اتش توتال، البوينت كم نقطه عندك؟ تبدا من الاعلى اي بي سي دي اي اف جي، هاي النقاط بالكامل. الاتش اي يقصد بها التوتال هيد يعني بعد هذه النقطه عن مستوى الاسناد، هذا هو الداتوم. هسه 3 الجي الاي ايش قد تبعد؟ 3.6، البي 3، هاي تاخذها مباشره من السؤال 2.4 1.8، يعني هال 1.8 بعد نقطه دي عن مستوى الاسناد، هاي الاي ايش قد؟ 1.2 يعني بعد نقطه اي عن مستوى الاسناد، والاف 0.6 يعني بعد نقطه اف عن مستوى الاسناد، هو اللي يسمونه الاليفيشن ليفل او الاليفيشن هيد. الاتش بي شنو معناه الاتش بي؟ هذا الاتش بي ما نحسبه راسا، تخلونه فارغ، تحسبون قدام الاتش توتال، بعد الاتش توتال تجي تحسب تطرح من عنده الاتش اي تحسب الاتش بي، تمام عيني؟ الاتش توتال شو يساوي لك؟ الاتش توتال شنو اللي يساوي؟ يساوي الاتش توتال لنقطة بداية
او نهايه يعني نهايه معلومه زائد او ناقص الاي في شنو في الدستنس اللي هي الدستنس شو مثل لك بين نقطه معلومه الاشت يعني الدستنس بين النقطه المعلومه والنقطه المجهوله هو هذا الدستنس يعني ال. هسه نجرب نحسب هسه احنا نحسب الاي بالمناسبه الاي من الحسبه من ناخذه بين نقطتين لازم النقطتين يكونن داخل عينه التربه هاي النقطه هسه معلومه احنا قلنا هسه نقطه اي ايش قد اتش بي لها ايش قد قيمه الاتش بي المعرضه للضغط الجوي وما مطين اي قيمه للضغط الجوي هنا ايش قد قيمه الاتش بي لها زيرو تمام وكذلك الجي معرضه للضغط الجوي وما مطين قيمه للضغط الجوي اذا زيرو نقاط بي لا لازم نحسب لهن اتش توتال يعني اتش بي لهن قيم شلون لانه ما تعتبر معرضه للضغط الجوي او كميه ماء صايره بالاعلى منها تقريبا رجعنا الى مواضيع الفلويد تمام عيني سو هسه وصلنا الى البوينت بي قبلها نحسب الاتش توتال اتش توتال شو يقول طبعا الاي مو حسبناه ناخذ بين نقطتين معلومات السي مثلا والاف تمام السي ايش قد الاتش توتال مالته اتش توتال بالسي 3.6 نفس القيمه تمام عيني والاتش توتال بالاف ايش قد اتش توتال بالاف يعتبر زيرو لان منها صعد زيرو على المسافه بين السي والاف بهذه المقدار حسبنا الاي هذا الاي يعتبر ثابت بعد ما يتغير طلعت قيمته 2 هذا ثابت للتربه في جميع نقاطها اذا كانت التربه شبيها عينه واحده يعني العينه الواحده لهذا الساند الاي ثابت خلاله كله فش نسوي تحسب الاش توتال الاش توتال لاحظ هنا ايش قد قيمته 3.6 3.6 3.6 لان كل قيمه اي يمتلك نفس الهيد راح يختلف شنو فقط الاتش برجر ف 3.6 3.6 3.6 ارجع للنقطه السفليه اللي هي نقطه جي ايش قد قيمه الاش توتال لها زيرو ونقطه اف ايضا زيرو بين النقطتين زيرو نجي النقاط الداخليه اللي هي مثلا نقطه سي ايضا 3.6 لان قريبه على الماء يعني هي نفس محتوى الماء هسه يا نقطه وصلنا نقطه دي تقول اش توتال بدي يساوي الاش توتال بالسي نقطه معلومه اللي 3.6 زائد او ناقص ناقص مع اتجاه الجريان وزائد عكس اتجاه الجريان اني حتى اوصل للنقطه دي منين لازم ابدي من السي فحتى اوصل من السي للدي امشي باتجاه الجريان لو عكس باتجاه الجريان فالاشاره راح تكون سالبه تمام عيني فالاشاره راح تكون فناقص الاي ايش قد قيمته طلعناها 2 في الدستنس المسافه بين السي والدي هي عباره عن 2.4 ناقص 1.8 تطلع المسافه الصافيه نجي نحسب الى نقطه اي نقطه اي بين من وبين ما تريد تحسبها بين الاي والسي تريد بين الاي والدي ماكو مشكله هسه اذا اخذنا بين الاي والسي السي ايش قد الاش توتال الى 3.6 زائد او ناقص حتى اوصل من السي للاي يمشي مع اتجاه الجريان اذا سالب في المسافه بين النقطة المعلومة والمجهولة بين السي والاي ايش راح يصير 2.4 ناقص 1.2 فتحسب الاش توتال للنقاط الموجودة داخل عينة التربة بعدين نحسب لقيمة الاف ولو الاف راح تكون هي اصلا معلومة قيمة الاش توتال لها فقط النقاط الداخلية اللي هي هاي دي والاي حسبنا لهم صارت القيم معلومة تجي شلون تطلع قيمة الاتش بي هو عبارة عن اش توتال ناقص اتش اي 3.6 ناقص 3.6 0 3.6 ناقص 3 او 0.6 3.6 ناقص 2.4 فاذا الاتش بي اخر واحد تستنتجه قيمه الاتش اي تسقطه منها من الرسم موجود والاتش توتال من هذا القانون للنقاط اللي داخل عينه التربه واللي نقاط الموجود بالماء فتاخذ قيمه ايش قد تبعد عن الداتوم تمام عيني هي هاي قيمه الاتش توتال يمثل لك يعني هسه ايش قد قيمته هنا 3.6 فراح يصير لكل النقاط 3.6 هنا ايش قد قيمته 0 فراح يصير للجي 0 وللاف 0 تمام عيني بعد ما حسبنا بهذه القيم ترجع ترسم اول شيء ايش ترسم هنا تسوي هيد تقول قيمه الاتش اي هاي القيم تسقطها للنقاط اي بي اي قيمه اي مثلا هنا ايش قد قيمه الاتش اي مالتها 3.6 هنا ايش قد 3 هنا ايش قد 2.4 1.8 كذا 0 تمام عيني هذا قيمه الاتش اي سويناه خط منقط تمام ال اتش بي هاي القيم مالته تسقطها يعني الصفر لما تتابع على الاي تدور على نقطه اي تعطيها صفر تمام عيني نجي القيمه الثانيه بي ايش قد قيمتها بي قيمه بي ايش قد قيمتها 3 تروح ترسم هاي قيمه بي قيمتها 3 هاي لاحظ هنا هذا الصفر بالمناسبه طيب دكتوره الصفر مو هنا لا ما المحور الافقي لا تبدي من صفر ابدي دائما من نقطه سالبه تدور صفر تمام عيني لان ممكن يطلع لك بعض الضغوط بالسالب 0.6 بواحد كذا شوف هسه هنا رجعنا ايش قد
سالب 0.6 فصارت القيمة هنا. وكذلك الـ H total ترسمه. نجي قيمة الـ V، الـ V شو يساوي هنا؟ الـ K في الـ I. المن هاي الـ K في الـ I؟ للنقاط الموجودة داخل العينة بس بدون تربو. طيب الموجودات داخل التربو شو يسوي لهن؟ داخل التربو احسب لهن الـ VS. VS شو يساوي هنا؟ الـ V على N، تمام عيني؟ قيمة الـ VS الـ V على N، فأنا أنطيك قيمة الـ N بالسؤال بالامتحان. مجرد تقسم الـ V على N يجي هذه هي صيغة السؤال، تمام عيني؟ هاي قيمة الـ V وهاي الـ VS بالكامل، وهاي قيم الـ HE. السؤال الثاني العينة نفس الشيء بالضبط، تمام عيني؟ لكن هنا لاحظ الضغط الجوي بنقطة A مو صفر، ليش؟ لأن شو منطيتك أني؟ منطي آير برجر، ايش قد قيمته اليو؟ 23.4، القانون قلت لكم كتبوه اليو شو يساوي لنا؟ الـ HB في جاما ووتر، إذا ايش قيمة الـ HB شو يساوي لنا؟ اليو على جاما ووتر حسبناه، هاي قيمة الـ HB بنقطة واحد، يعني مو صفر، ما تاخذها قيمة الـ HB صفر، أوكي؟ فتسقط قيمته، ايش قد ظهرت؟ 1.44 تكتبها. هسه نسوي جدول البوينتات اللي عندك كم نقطه A B C D E F G حد G، تمام عين. هسه ننزل H E، ال H E للنقاط، ال A ايش قد تبعد؟ هذا 0.9، كلهن على نفس المستوى 0.9 0.9 0.9، لان ذني كلهن يبعدن عن الداتوم ايش قد؟ ب 0.9 لكل، اذا ال H E وجدناها. هسه نجي نحسب ال H total، هسه نجي نحسب ال H total. اول نقطه اذا كانت بالماء ال H B هو نفس الـ H total إلها، لأن هي بالماء الـ HB نفس الـ H total، فتجي هنا إيش قد قيمة حسبناها؟ هذا إيش قد طلعت قيمته؟ 2.34، إذن هذا نفس قيمة الـ H total. وكذلك النقطة A، لأن لحد الآن ما دخلنا بالتربة، إذن نفس 2.34. نقطة B هسه وصلنا اللي هي A و B، وصلنا نقاط A و B اثنيناتهن. هسه المن دخلنا إلى نقطة C، C1 صايرة داخل عينة التربة، فلازم نحسب لها H total من هذا القانون. H total للسي يساوي لنا H total للبي، تمام عيني؟ زائد أو ناقص حسب مع اتجاه الجريان، لو عكس راح يصير هذا مع اتجاه الجريان، فراح يصير ناقص ناقص الآي. تحسب الآي بين نقطتين معلومات بين البي والدي، الدي ايش قد قيمة هنا؟ زيرو، فما أكو هنا بور ووتر برجار كقيمة زيرو، فإذا ايش قد يرتفع هنا كقيمته H total النقاط هسه ذن اللي جوا هنا؟ ايش قد قيمة ال H total هنا؟ H total هنا ايش قد قيمته؟ بما انه زيرو، اذا هاي G زيرو، F زيرو، E زيرو، D زيرو، كلهم ذن زيرو. فش تقول؟ تقول قيمة هذا اللي هو 2.34 ناقص زيرو على المسافة بين ال D وال B، تطلع ال I. ال I من جدها الانحدار الهيدروليكي، لازم نختار نقطتين معلومات ال head، معلومات ال head حسبته، بعد ذلك نطبق القانون بشكل مباشر، نحسب الـ HB ونحسب أو عن طريق الـ H total والـ HE. فإذا أول خطوة تسويها تحسب الـ HE، بعد ذلك تروح تحسب الـ H total، بعد الـ H total نحسب الـ HB، يصير الـ HB وسط. شلون أحسب الـ H B؟ هو عبارة عن H total ناقص HE، وجدنا هذه القيم. بعدين ترسم، بما أنه عينة التربة هنا محورها أفقي لا عمودي، أفقي، فيكون الرسم أفقي. ترسم ثلاث خطوط، واحد للـ HE، واحد للـ H total، وواحد للـ HB، وكذلك مخطط الفيلوسيتي للنقاط الموجودة داخل محور الماء تكون بس V، واللي نقاط داخل العينة التربو يسمونها VS، تمام عين؟ نحسبها للV وللVS بهذه الصيغة. وكذلك هذه عينة التربو الثالثة نفس الشيء، لكن عينة التربو لما تحولت إلى عمودية. لاحظ هسه هنا منطيق قيمة بور ووتر برجر؟ لا زيرو، تمام؟ ما منطيق قيمة بور ووتر برجر، قلت هنا قيمة البور ووتر. هسه اذا تريد تحسبها هنا ايش قد هذا الداتوم، تمام عيني؟ هذا قيمه الداتوم ايش قد هنا؟ الداتوم صفر، تمام عيني؟ ايش قد اعلى قيمه لهذا العينه هنا؟ لهي العينه ايش قد اعلى قيمه؟ 4.8. نجي هسه للاش توتال، انا ما يهمني، يهمني اهم شيء الاش توتال. الاش توتال اذا راح يوصل للاف، ايش قد قيمته الاش توتال للاف؟ ايش قد قيمته؟ 4.8، لان هذا هو منها يتسجل 4.8، لان هاي النقطه هي اللي راح توصل للاف، والاي كذلك 4.8. تعال الى نقطه اي، نقطه اي ايش قد الاش توتال لها؟ 3.6، ونفسها للبي 3.6، تمام عيني؟ هاي النقاط اللي ما معلومه الاش توتال، يا هي السي والدي. اول شيء تحسب الاي اللي هو بين نقطتين يقعان على عينه التربه، لكن معلومات الاش توتال يا هي البي والاي، فتقول اش توتال بالاي ناقص اش توتال بالاي
على المسافة بين الاي والبي، تحسب القيمة مقدارها ايش قد يطلع كقيمة، هذا هو قيمته، يطلع الاش توتال كهيدروليك جرينيت 0.666. الدور تجي تحسب النقاط داخل عينة التربة، تحسب الفي والفي اس، وترسم العينة الخاصة بالتربة. هذا هو النوع الاول من الون دايمنشن. النوع الثاني هذا التربة تكون مائلة، يعني مو ضروري انه يعني انطيكم اياه، تلتزم هسه مبدئيا بهذه المحاضرة تاخذ العينات الافقية والعمودية، العينات المائلة مو الان ناخذها، تمام عيني؟ بعدين راح ندخل الى لما تكون عينة التربة مو عينة واحدة، وانما نوعين من الترب، يعني سويل 1 وسويل 2 بهذه الطريقة، تمام عيني؟ هسه احنا لحد الان محاضرتنا تحكي عن شنو؟ عن نوع واحد من التربة، يعني يجيك السؤال انه ترسم له التوتال هيد والبرجر هيد والاليفيشن هيد والفيلوسيتي لكل البروفايل، عينة التربة تكون عينة واحدة والعينة من التربة واحدة وتكون اما افقية او عمودية. هو هذا الون دايمنشن فلو الجزء الاول بارت 1، يعتبر ابسط واسهل الانواع الخاص بجريان الماء خلال التربة. محاضرتنا لهذا اليوم تنتهي بهذا الحد. ضروري تتعلمون طلاب شلون ترسمون طريقة الخطوات لرسم الاليفيشن هيد لعينات او نقاط التربة الموجودة داخل السمبل سويل. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرة القادمة.